دلوقتي غير الأغنية دي احنا عندنا قصص كتير مكتوبة أكيد. وفي على القصة دي بالتحديد قصة السفينة إيفر جرين والست أيام وما إلى ذلك. الأول خليني أسألك، يعني إيه اللي خلاكي فكرتي تكتبي قصة للأطفال على دي تحديدا؟ هقول لحضرتك، أولا أنا شايفة إنه في إنجازات كتير بتحصل حوالينا لازم الأطفال تعرف ده. ممكن تكون بتسمع ده في نشرات الأخبار أو بتشوفه في برامج، لكن لما تبقى في قصة ليهم على لسان طفل زيهم هتؤثر فيهم أكتر. المعنى الأكبر كمان اللي دفعني أكتب القصة إن وقت أزمة السفينة في الست أيام كان في كلام كتير، والسوشيال ميديا عليها حاجات ساخرة كتير إن إحنا مش هنقدر، والحفار، الأطفال كانت متأثرة بده، وأنا لأني يعني عايشة في منطقة القنال فكنت قريبة من الأطفال، وطبيعي يعني عشان أنا بشتغل مع الأطفال فطول الوقت أنا على صلة بيهم. ربنا الحمد لله وفقنا وفعلا في ست أيام عدينا الأزمة دي، ده كان حافز إن أنا لازم ده يوصل للأطفال. والحمد لله يعني بدأت الحكاية من لقاء مع الدكتور هيثم الحاج علي يوم تحديدا 30 مارس، تاني يوم تم تحرير السفينة، واتكلمنا وقلت له يعني الموضوع ده جميل، وقال لي طب يلا نعمل عنه حاجة. فبالفعل بدأت من تاني يوم أشتغل، أجمع المعلومات، أروح المواقع، أشوف إيه بالضبط اللي حصل، إيه السيناريوهات اللي كانت مقترحة لحل الأزمة. جمعت كل المعلومات دي وحاولت أبسطها للأطفال، وبدأ بقى هنا الأزمة بالنسبة لنا إن ده يتوظف في قصة وتبقى قصة مشوقة. إزاي مشوقة والطفل عارف نهايتها؟ أي قصة للأطفال لحضرتك بيبقى الطفل مستني شغوف أشوف هتخلص على إيه، لكن هو هنا عارف اللي هتخلص على إيه، بس يمكن التناول، وإنه الطفل اللي بيحكي لهم طفل زيهم وعايش مع جده قبطان أعالي بحار، ووالده قبطان اللي هو بقى بطل من أبطال تحرير السفينة. حلو. فكان الطفل متأثر ومرت عليه لحظات يقول له جده لا مش هنقدر، أنا قريت كذا، يقول له لا هنقدر، فبدأ يحكي له عن تاريخ القناة، يحكي له عن يوم الامتحان اللي هو 14 و15 سبتمبر. أيوة. لما المرشدين الأجانب انسحبوا من قناة السويس بعد تأميمها. أيوة. التأميم. وبهدف أنه يعني يربكوا المرشد المصري، ولكن استطاع المرشدين المصريين أن هم يقوموا بالعمل، فأصبح هذا اليوم عيد للمرشد. صح. اتكلمت عن السمسمية، اتكلمت عن عم عربي صديق الجد عامل الكراكة، الطفل اللي بيقراها يحس ان هو دخل منطقة القناة، عاش فيها وتأثر بمفرداتها، وعاش لحظة الانتصار دي يوم 29 لما كانت البلد كلها في عيد، ورجعت الملاحة بعد ما كانت متوقفة. فأنا كنت حاسة انه دي رسالتي، ان لازم اوصلها للأطفال.